أعزائي السادة المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم. عدنا إليكم مرة ثانية عشان نكون في الجزء الثاني من حلقتنا، الجزء اللي كلكم بتنتظروه، الجزء اللي هو فعلا أنا بحبه، لأن هو ده الجزء اللي بيمدكم بالمعلومات الطبية الصحيحة السليمة من القامات الرائعة اللي أنا بفخر باستضافتها في برنامجنا كونسولتو. النهاردة إن شاء الله هيكون ضيفنا الأستاذ الدكتور عمرو جاد، أستاذ جراحة الأوعية الدموية بالقسم كلية طب قصر عيني. واستاذ دكتور عمرو جاد عشان نتكلم عليه ده، يعني بجد انا حقيقي فخور جدا 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 ان هو يعني ضيف النهارده. ده استاذ الجيل واستاذ الاوعيه الدمويه على 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 مستوى يعني اجيال سابقه، وكلنا اتعلمنا على ايديه، وكلنا فخورين ان احنا اشتغلنا تحت ايديه كطب وكاداره. من الناس اللي فعلا الواحد فخور ان ربنا اكرمه وقدر يشتغل معاهم. النهارده ان شاء الله هيتكلم معاكم في مواضيع مهمه جدا، اهمها التمدد للشريان الأورطة أو قرح القدم السكري أو الضيق اللي بيحصل في الأطراف، الشريان في الأطراف بتاعة الأقدام والإيدين. يعني في مجموعة مواضيع كده كتير أو تموكو الدوالي بتاعة القدم، كل الكلام ده كله وكل أسئلتكم اللي انتوا عايزينها إن شاء الله اتصلوا بينا واسألوا، إن شاء الله هو يبسط لكم كل المعلومات دي ونكون سعداء بوجوده معنا. اهلا وسهلا بحضرتك ومنورني ومشرفني يا دكتور عمرو بيك. اهلا بيك دكتور وليد، وشكرا على المقدمه الجميله ديت. ربنا يخليك، ده انت يعني انا حاجه ابسط جدا من الحقيقه فعلا. لا ربنا يبارك فيك، ربنا شكرا جزيلا. هنبدا بموضوع من المواضيع الهامه اللي هي فعلا بتهم ناس كتير قوي قوي قوي، وفعلا ملاحظه جدا في الفتره اللي فاتت دي، فعايزين نفهمها للناس لان فعلا طرق تشخيصها صعب شويه، وطرق علاجتها بقى حديث وبقى فخم وما عادش زي زمان. تمام، بس نفهم الناس الأول يعني إيه التمدد للشريان الأورطة. وطب موضوع الشريان الأورطي اللي هو الشريان الرئيسي اللي خارج من القلب من البطين الأيسر عشان يغذي كل أعضاء الجسم، وهو بتطلع منه جميع الفروع الشرايين اللي بتغذي أعضاء الجسم كلها من أول الأخيرة، يعني بداية من أنه أول ما بيخرج من القلب بيطلع منه الشرايين التاجية اللي بتغذي القلب نفسه، ومن بعد كده هو بيعمل زي كيرف فوق كده بنسميه القرش أو القوس، بيطلع منه الشرايين اللي بتغذي الدماغ والمخ والرقبة، وبعدين شرايين بتغذي الذراعين، وينزل بعد كده جوه التجويف الصدري يغذي الأحشاء اللي موجود جوه الصدر مثل الرئتين والمريء وحاجات كثيرة طبعا، والعمود الفقري أساسا والنخاع الشوكي. بعد ما بيعدي من الحجاب الحاجز بنسميه الشريان الأورطي البطني. الشريان الأورطي البطني ديت بعد ما يعدي من الحجاب الحاجز بيكون بيخرج منه شرايين هامة جدا، شريان الرئيسي أو في شريان اسمه يعني كبير اسمه سيلياكوا باللغة الإنجليزية، بيتفرع منه ثلاث شرايين، شريان الطحال والكبد وشرايين المعدة، وبعدين بعديه على طول الشريان الرئيسي للأمعاء الكبير بيغذي معظم الأمعاء، وبعدين بيجي الشريان الكلويين لكل كلى في شريان من الجهتين، وبعدين بعدها شريان الأمعاء الصغير، وين بتفرع إلى فرعين كبار في الحوض عشان ينزلوا يغذوا الحوض ويغذوا الساقين. أدي التعريف بالأورطي، عشان الأورطي زيه زي شريان ليه قطر معين، هذا القطر بيتراوح حسب مكانه طبعا، فوق بيبقى القطر أوسع شوية، وكل ما ينزل تحت ويدي فروع أكتر بيبدي القطر يصغر. فالقطر ده إذا تجاوز يبتدي ساعات بيوسع في بعض الحالات، ودي نتيجة لأسباب حتى الآن الدراسات ما أوضحتش بالضبط ما هو السبب، لكن معروف ما هو المرض، إن بيحصل زي في الطبقة الوسطى بالذات اللي هي فيها العضلات اللي بتعمل انقباض في الأورطة بيبتدي يحصل فيها ضعف وديجنريشن باللغة الإنجليزية، يعني زي التحلل أو بالضبط تآكل من داخلي، تآكل داخلي، فيبتدي تحت الضغط الدم العالي الشريان يوسع. تمدد شريان الأورطة بنسميه تمدد لما يعدي القطر الأصلي بتاعه مرة ونص. يعني هو لو في شويه تمدد بس ما وصلش ان هو يبقى مره ونص الحجم ما يعتبرش تمدد، ده بيعتبر بنسميه توسع فقط يعني. لكن لما يعدي المره ونص، يعني افترض في منطقه في البطن شريان الاورطي المفروض يكون ما بين سنتي ونص واثنين سنتي،
ويوصل لتلاتة نبتدي نقول إن ده تمدد. كويس. تمام؟ فده تعريف التمدد. التمدد ده ليه بقى برضو عندنا أقطار معينة عشان نقول إن في مخاطرة تحصل للمرضى. يعني لو كنت وصل كذا يبقى مخاطره كذا، لا ده أيوه. ممكن نستنى عشان نعمل كذا. مظبوط بالظبط. يعني هو الدراسات العالمية استقرت منذ عشرات السنين ان تمدد شريان الأورطي الصدري اللي هو في القفص الصدري بعد مد الفروع اللي فوق والبطني اذا وصل الى 5 سنتي هذا القطر يعتبر بداية مخاطر على المريض. انت حضرتك هنا نتدخل. انت حضرتك قلت الاول ان هو من 1.5 لاتنين مثلا في منطقه البطن وفوق بيبقى يعني 2 اكبر شويه صغيرين مثلا لو وصل 5 اللي هو ضعف الحجم ده كده يبقى ده كده وطبعا في النساء بيبقى اقل من الرجال بالزبط. بالنسبه للديامتر ده او القطر ده فهو في اتفاق عالمي بقاله عشرات السنين من الدراسات والابحاث والاحصائيات ان لما بنوصل لل 5 سنتي في بعض البلاد المتحفظه الخطوط الارشاديه عندها بتقول لك 5.5 للرجل و5 للمراه تمام كده. هنا بنعتبر الوضع خطر ويجب التدخل. قبل كده لا نتدخل في تمدد الشريان الاورطي الا اذا حصل بعض المضاعفات، وده مهم جدا، اللي هي ايه؟ يبتدي يحصل الم بس. لو حصل الم في تمدد الشريان الاورطي وهو اقل من 5 لا ده وضع خطر او وضع غير مستقر ويستدعي التدخل. لو حصل ان باي وسيله من وسائل التشخيص ان ابتدى يحصل تسريب للدم من جدار الاورطه للمنطقه اللي حواليه خلف الغشاء البريتوني ويعني جنب العمود الفقري هنا بنقول برضو لا ده وضع خطر حتى لو اقل من 5 سنتي. فهو التدخل يعني ليه مواصفات عشان اقول هذا المريض او اجي اقول له لما يجي لي العياده انت حضرتك محتاج تدخل، ودايما بنقول انه مستعجل. يعني 5 يعني ناخد العين براحته شويه على ما يجهز نفسه، ياخد له 2-3 شهر ما فيش مشكله، بس نتابع نقول له لو جالك الم تيجي فورا. لكن بقى 6 وكلام من ده لا، التدخل عاجل مانداتوري. طيب قبل ما نكمل بس معانا استاذة هدى على التليفون عشان بقى معانا شويه. الو السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا استاذة هدى، اتفضلي حضرتك. حضرتك الاول كنت عايزه اقول دكتور منور حضرتك، بس كنت عايزه كان عندي استفسار عن حاجه بتاعتي. اتفضلي. اهلا وسهلا اتفضلي حضرتك. انا عندي مش رجلي من تحت كده من الجنب من عند المفصل فيها عروق سرقه كده، بس بدوس على رجلي مش طايقه ادوس عليها، وانا عامله عمليه شايله رحم بقالي 1.5 كده. الف سلام عليك. دوت من شيل الرحم ولا من ايه؟ بس يعني مأثره على الحركه عندي بالنسبه لي جامد، لو قعدت شويه بحس بتعب جامد فيها. يعني دي بدات تبان امتى العروق الزرقاء دي؟ من بعد شيل الرحم بس ولا كانت موجوده عندك؟ لا هي كان في الم بسيط جدا لا يذكر، يعني ما كانش مضايقني خالص. بس كانت العروق الزرقاء دي باينه؟ عروق زرقاء صريعه خالص قوي كده. بس لما عملت العمليه دي بعدها بحوالي 3 اسابيع كده بدات توجعني جدا، يعني لدرجه ان انا لما اجي اقوم ما بقى مش قادره ادوس على رجلي. تحب تسالي حاجه حضرتك؟ لا يعني هو حضرتك الشكوى الرئيسيه لحضرتك هي وجود العروق الزرقاء كده مظبوط؟ فانا مش عارفه التعب ده منها ولا ده من اثار الرحم، من اثار شيل الرحم. يعني في عروق زرقاء وفي الم. وفي الم كمان. الم جامد جدا. يعني الالم اكتر وقت بيحصل امتى؟ اكتر وقت تلاقي فيه الالم؟ اكتر وقت بحس بيه وانا لما اكون قاعده واجي قايمه ماشيه. طيب يعني اكون قاعده وادي ماشيه احس بالالم جامد جدا، ابقى مش قادره ادوس على رجلي. طيب احنا هنفصل بين الحاجتين طالما شرحتي الالم بالوضع ده. هذا الالم ملوش علاقه بالاوعيه الدمويه قوي، ده ممكن يكون ليه علاقه بالمفصل او بعصب، برضو يكون يجوز من اجراء الجراحه لانك عملت جراحه كبيره محتاجه ممكن شويه تمارين او ادويه بسيطه للالم ده. اما العروق الزرقاء دي اللي هي بنسميها الدوالي طبعا
هي كانت موجوده عند حضرتك وممكن فعلا تزيد بعد عمليه استئصال الرحم لاسباب كثيره جدا مش محل دلوقتي نذكرها. المطلوب من حضرتك انك يعني تروحي لدكتور او عياده دمويه عشان تعملي فحص بالموجات فوق الصوتيه، يبعتك تعملي فحص بالموجات فوق الصوتيه اسمه الدوبلكس عشان نشوف بالظبط وضع الاورده ايه عامه في الحوض وفي الساقين واسباب هذه العروق او الاورده الزرقاء اللي مضايقه حضرتك، ممكن تكون مسببه جزء من الالم. لو وساعتها بعد ما بنشوف هذا الفحص بنقرر ما هي طريقه العلاج ليها، لا ليها اكتر من طريقه علاج. اذا كانت الشعيرات ديت او العروق الزرقاء دي مش كبيره ومنتفخه وكتيره قوي ممكن بيكون علاجها عن طريق الحقن فقط اللي هو حقن دولي اللي بنقول عليه بيحسن الموقف جدا. ممكن حضرتك بنوصف لك شراب طبي اذا ما كنتيش عايزه تحيني هذه الدوالي. شكرا. نرجع تاني للشريان، التمدد الشريان الاورطي، واحنا قلنا ان هو حضرتك لو هو اقل من 5.5 بنبدا لسه نحضر المريض ونجهزه، لو هو 6 او في اعراض الم او في اعراض رشح او من الشريان لازم تدخل فوري. بالظبط. هو عايز اقول لحضرتك هو يعني اقل من 5 او 5.5 زي ما قلنا حسب يعني هو معظم دول العالم متفقه على 5 وهنا في مصر متفقين على 5. اوكي. عشان برضو المريض ساعات ما بنشوفوش كتير. يعني المتابعه ما بتبقاش سهله في المرضى في مصر. فهو الخمسة نقول لا المريض ده انت محتاج تدخل. اقل من 5 يعني جاي بثلاثة ونص او 4 بنعمل له فحص بالاشعة المقطعية او الموجات فوق الصوتية كل 6 اشهر ونتابع التمدد ده بيزيد ازاي. لو وصل لخمسة هنتدخل، لو زاد اكتر من 0.5 سنتي في خلال 6 اشهر بنتدخل. يعني برضك حتى لو مجرد بس مقدار يعني في 6 اشهر زاد مقدار اكتر من 0.5 سنتي لازم تدخل. خوفا على هذا المريض من انفجار شريان الاورطي. التمدد ده يعني نهايته ايه في المستقبل؟ طبعا انا مش عايز اخوف المريض. لكن في المستقبل نهايته الانفجار. لو انفجر الاورطي يعني انقاذ حياه المريض عمليه في منتهى الصعوبه جدا. طب هو شبه مستحيلة الا اذا كان جوه المستشفى. سؤال بقى، والله حالات احنا عندنا برضك حالات كانت جوه المستشفى وللاسف على بال ما تشخص ان هو انفجر ونزل العمليات خد مثلا على الاقل 0.5 ساعة او 1.25 ساعة كان تو ليت. يعني هل بقى انا عايزين نفهم الناس، هل التمدد بيبقى في كل القطر ولا ممكن يبقى في ناحيه واحده بس؟ يعني كل السيركمفرنشال. انت بقى بتسال سؤال علمي فني حلو جدا. هو التمدد نوعين عشان بقى نيجي نتكلم في الشرايين عامه بما فيها الاورطي. التمدد اللي هو نتيجه لكبر السن وقلنا وتاكل طبقه الوسطى اللي هي فيها العضلات وكده وتضعف ويبتدي يتمدد بيبقى مصاحب لتصلب الشرايين، لامراض تصلب الشرايين والتدخين والكوليسترول العالي وقصص كتيره. هذا التمدد دايما بيبقى واخد القطر كله. يعني تمدد يعني ايه كله دائري كده. دائري. دائري بالظبط. اما التمدد اللي هو في جزء من الجدار تمدد وباقي الجدار لا، او تمدد وكبر كده، لا ده تمدد خطير جدا. وده بقى بيتعمل في اي مقاس ما نستناش 5 سنتي ابدا، لان ده بيكون غالبا نتيجه المرض الثاني. زي التهابات الشرايين اللي بتحصل. في حاجة اسمها مرض التهابات الشرايين. هي نادرة شوية لكن مشهورة جدا في الشرق الأوسط والمصريين. يعني هي في الدول الغربية مش موجودة قوي، نادرة. لا هي مشهورة في دول الشرق الأوسط وفي مصر بالذات، ومشهورة في اليابان وبعض دول الشرق الأقصى. التمدد اللي بيحصل ان حتة من جدار الأورطة تضعف بس والباقي لا، وهي تتمدد وتنفخ زي البالونة اللي بتتنفخ كده. بالظبط. دي خطر جدا. دي تدخل فيها فوري. التدخل فيها فوري. وامراض الشرايين اللي هي اسمها التهابات في الشرايين لها مسميات عندنا. في التهابات الشرايين الغير مصنفه اسمها كده نون سبيسيفيك. وفي مرض اسمه بهست اللي هو اسمه بهجت. وناس كتير عارفينه عندنا هنا. في مصر كتير قوي. طبعا وعندنا في مصر كتير جدا اكتشفوه راجل تركي اسمه بهجت، وطبعا هم بينطقوا بهست. او حورت الى بهست في المراجع العلميه.
وفي مرض تاني وتالت يعني أسامي لأمراض تمدد في الشرايين أو التهابات في الشرايين بتحصل. إحنا معانا الدكتور ريمون دلغي. ألو. ألو، السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام، أهلا وسهلا يا دكتور، تفضل. وأنا حضرتك كنت عايز أكلم الدكتور، أنا ديابيتك وهايبرتنسيف. ألف سلام عليك. ألف سلام. وعملت قسطرة، كان عندي إكتاتيك كورونري أرتري. كويس. تمام. هل الإكتاتيك كورونري أرتري ليها علاقة سيرجيكال ولا يعني علاج سيرجيكال ولا كله؟ الدكتور قال لي تمشي على الستاتين والأسبرين فور لايف. تمام. طب عملت دعامات اثناء هذه القسطره؟ لا، قال انت مش محتاج اي حاجه، بس انا بحس بشست بين وماشي على طول على علاج كورونري دايليتور يعني. طب التشست بين اللي هو برضه عشان نشرح للمستمعين اللي هو يعني زبحه صدريه او الم في الصدر. فديت نتيجه لضيق في شرايين غير الاكتاتيك، ضيق في شرايين التاجيه بعد كده في مناطق معينه، مش كده مظبوط؟ ده اللي اتشاف في القسطره. لا، القسطره قال لي ما فيش حاجه عندك، قال لي هو ما رضيش يكتب لي حاجه، قال لي تمشي على الاستاد، بس انا ماشي بحس ساعات بشست بين بسيط فباخدها احتياط يعني. هو حضرتك الاكتاتيك دي يمكن شرحناها في الاول خالص، الاكتاتيك في الشريان اللي هو توسع بسيط مش واصل لتمدد اللي هو انيوريزم. الاكتاتيك ما فيش انيوريزم عندي. لا لا، ما هو مش انيوريزم، ما بيحصلش في الكورونري، هو ما بيحصلش في الشرايين التاجية، عشان برضو نبقى بنتكلم بلغة عربية سمعنا بقية المستمعين. هو بيحصل الاكتاتيك ديت اللي هو التوسع الغير مضر، غير مضر حتى لو حصل في الأورطي أو أي شرايين طرفية أو في الشريان السباتي اللي رايح للمخ. أما بيبقى اكتاتيك ما وصلش القطر إلى مرة ونص القطر الأساسي، ده بنسميه اكتاتيك وما فيش خوف منه خالص. وهو اللي قال لحضرتك تاخد اسبرين وستاتين اللي هي ادويه المثبطه للكوليسترول او اللي بتقلل مستوى الكوليسترول في الدم، هو ده الحقيقه علاج محترم ورائع جدا، لان برضو يعني الخطوط الارشاديه احنا بنسميها كده باللغه العربيه الجايد لاينز الحديثه من سنه 2019 و2021 بتؤكد على ان الادويه للستاتينز اللي هي بتنزل الكوليسترول وبالذات ال LDL دي اهم بكتير جدا في علاج امراض قصور الدوره الدمويه والشرايين وانسداداتها، كمان اهم من الاسبرين عكس ما كان زمان معروف. يعني الاستاتين اهم من الاسبرين قوي. تابعنا من شاشه التلفزيون. ايوه معاك يا فندم. لا تابعنا بقى من شاشه التلفزيون، اقفل السماعه عشان هنقول لك على حاجات تانية. هو من الحاجات اللي هي الكورونري اكتيزيا هي كان مشاكلها بالنسبه له مش ان هو يعني المفروض ان هو ما يخافش من حكايه التمدد ومش التمدد. أيه. هو مشاكلها الوحيده ودي بتحصل كتير قوي في كورونري اكتيزيا الجلطات، لان هو بيحصل استيزيس، الدم بيبقى بطيء، عشان كده بيحاولوا يحموا الحكايه دي بالستاتين. طبعا بتدي نتائج كويسه قوي، مع لازم بياخد لازم حاجه انتي بليتلت، لازم الاسبرين. ما انا بقول ان هو واخد علاج ممتاز ممتاز، هو مش محتاج اكتر من كده، انما واخد يعني علاج ممتاز. بس انا باكد له على حكايه ان الستاتين دي مهمه، يعني لا يتنازل عنه، لان المريض بعد شويه ممكن يتخلي الاسبرين كفايه. لا، اللي ثبت علميا ان الستاتين اهم من الاسبرين كمان. صح، دي اخر ابحاث كانت على كام سنه كده، لانه بيثبت جدار الاوعيه الدمويه كويس ويمنع ترسب عليه الكوليسترول. واذا كان في البلاك ده اللي هو بدايه التصلب الحته اللي بتضيق الشريان موجوده، هو بيثبتها وبيمنع انها يحصل تحتها نزيف او شيء فتروح سد الشريان كلها. عندنا استاذه امل. الو. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، علي صوتك شويه. عليكم السلام. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا فندم. وعليكم السلام. لو سمحت ممكن اكلم الدكتور يعني؟ دكتور عمرو بيه مع حضرتك، اتفضلي. ميرسي، اهلا وسهلا. اهلا بيك. انا عندي بنتي عندها 20 سنه، عندها خنقه على طول، والاورده بتاعت ايديها منتفخه على طول، لو رفعت ايديها لفوق الدم بيروح منها، لو نزلتها لتحت كده العروق تشيل خالص، ورجلها نفس الحكايه. الانيميا عندها 8، فانا عايزه اعرف الدكتور يقول لي ايه. حاضر. تابعينا من شاشه التلفزيون.
بص حنكيه بنتها عندها 20 سنه. ايوه. لما بترفع ايديها ايدي الدم كله بينزل منها وتبيض، ولو نزلتها لتحت الدم كله يروح نازل فيها فتتنفخ جامد وتحس انها محتقنه، ورجليها نفس الكلام ده. وعملت تحليل صوره دم عندها انيميا كويس. لا ما عندهاش انيميا، قالت كان انيميا كويسه. مش قالت 8؟ انا سمعتها كويسه. طيب ما يجراش حاجه يعني، هي بعيده عننا حتى لو في انيميا بعيده. هو ده بيبقى يعني قالت 8. اوكي عندها انيميا. انا سمعت 8. هو يعني هو بيبقى فيه ده حاجه بقى في الاورده وليست في الشرايين، بيبقى فيه ضعف شويه في الاورده نتيجه لعدم وجود رياضه وبذل مجهود، فبتبقى الاورده مرتخيه. اما بترفع ايديها الدم بيسحب بسرعه، نزل ايديها بتحتقن لان الاورده ايه مش قادره تنقبض. فهو الموضوع ده محتاج يعني نوع من انواع الادويه، بيبقى كبسولات بسيطه خالص تاخد مرتين في اليوم، ومحتاج انها تمارس رياضه لازم لايديها ولرجليها لازم تمارس. طب هل دي ما يعني انا طبعا فاهم حضرتك كويس قوي، انما في منها يعني دي تعتبر جزء او تايب او نوع من انواع الدوالي، لان هي ضعف في غير. ايوه بس مش دوالي. الدوالي هي مش دوالي. انا عارف. ايوه تعريف الدوالي ان لازم في عورضه سطحيه ظاهره على الجلد بالظبط متمدده. لا ده تقدر تقول يعني ارتخاء شويه ما يبقاش وظيفه الوريد يعني. يعني مش حاجه كونجنيتال مثلا. لا لا زي لا اللي هو بيبقى مصاحب للناس اللي عندهم هيرنيا او فتاء، والناس اللي عندهم فلات فوت وكلام بيبقى عندهم الحكايه دي. ممكن ده جائز. كلام حضرتك مظبوط. ما هو انا احنا بنقترح واحنا ايه قاعدين في الاستوديو ما شخصناش. ما شفناش المريض ده او الشابه ديت عندها 20 سنه. لازم برضو يشوفها دكتور متخصص ويقول رايه النهائي. لا انا بطمن المدام اللي اتصلت ان ده موضوع ما فيهوش خطوره اطلاقا. ربنا يخليك. نرجع بقى تاني للتمدد الشرياني الاورطي. احنا دلوقتي قلنا هو اسبابه ايه وامتى الخطوره بتاعته فين وامتى نتدخل جراحي. ايه بقى التدخلات الحديثه اللي ممكن نعرفها؟ يعني واحد دلوقتي اكتشفنا انه عنده تمدد شريان اورطي في منطقه الارش او في منطقه اللي هو الجزء الفوقاني او في منطقه الصدر او في منطقه البطن. ايوه. ايه التدخلات اللي احنا بنعملها عشان نحاول نحل المشكله دي؟ بص هقول لحضرتك، هو طول عمر تمدد شريان الاورطي بيتعالج جراحيا طالما انه وصل لمرحله انه محتاج علاج. مع تقدم العلم في اوائل التسعينيات، يعني شوف احنا فاتج 20 سنه اهو، في اوائل التسعينيات ابتدوا طبعا كان الكلام ده في الولايات المتحده يكتشف او يخترعوا نظام لتركيب. هو طبعا العمليات الجراحيه كانت ايه بس عشان نقول بسرعه، ودي هتتقال لازم ان ما زال في جزء كبير بيتعمل جراحه، ان هو هذا التمدد بنخش عليه ونقدر نقول بنستبعده، يعني بنشوف الحته اللي فيها تمدد دي، مش هنقول انها تستأصل لان ما هيش مرض خبيث عشان نستأصله، لكن بنيجي قبلها في الحته السليمه من الاورطه وبعدها في الحته السليمه من الاورطه نبتدي نحط شريان صناعي مكان التمدد ده كويس. واذا كان طالع من هذه المنطقه شرايين هامه لازم تتوصل تاني بالشريان الصناعي كويس. تمام كده. هذا الكلام مثلا في الارش اللي هو القوس اللي في الصدر بالظبط، عشان طالع منه اللي طالع على الراس، طالع منه 24 في منتهى الاهميه بالظبط، اتنين للمخ ومنهم كمان اتنين للذراعين، طالع منهم اتنين تانيين للمخ اللي هم الفيرتبرال بالظبط. فكان لازم دول يتوصلوا. هنيجي نقول في البطن كان نفس الحكايه، نوصل شرايين الامعاء، نوصل شرايين الكلى، الكلام ده. فهو ده العلاج ان احنا نحط شريان صناعي. فهم لما جم في اوائل التسعينيات قال لك يعني بدل الجراحه والكلام ده، طب ما احنا عندنا ابتدوا يقولوا ان احنا هنحط الشريان الصناعي ده عن طريق القسطره بدعامه. يعني الشريان الصناعي نفسه موجود، هو زيه فاهم. ونفس هي نفس الماده القماشه اللي مصنوع منها الشريان الصناعي، لكن بتبقى بها دعامه فاسمها ايه، حتى هي ليها اسم كده اللي هو كفرد ستنت بالظبط، يعني هي دعامه ومتغطيه بالشريان الصناعي بالظبط. تمام كده. الدعامه متغطيه بالشريان الصناعي دي
يدخل ندخلها زي في جسم الانسان عن طريق القسطرة. ازاي تخش؟ بنعمل فتحتين في شريانين الفخذ. اذا كنا هنشتغل الحقيقه عشان بس برضو الامور تبقى ادق شويه، هنشتغل في الصدري ما فوق الحجاب الحاجز، احنا محتاجين فتحه واحده من واحده من شريانين الفخذ، لان هو هنخش نشتغل على فوق بقسطره واحده وبسلك مرشد واحد وبدعامه واحده وكله كلها يعني واحده بدعامه متغطيه بالشريان الصناعي. وليها الدعامه دي بقى، الدعامه نفسها ليها سنون طالعه منها باشكال كتيره، لان شركات كتيره ابتدت تشتغل في هذا المجال، وهذه السنون بتتثبت في الشريان الاصلي، في الشريان الاصلي المنطقه السليمه اللي هي فوق التمدد. وبعدين ليها تاني سنون اخرى، او يعني واخد بالك تحت بتتثبت في الشريان الاصلي تحت التمدد. يبقى احنا جينا على منطقه التمدد دي لغناها، لان تركب شريان صناعي الدم هيمشي فيه من المنطقة السليمة فوق للمنطقة السليمة تحت وما يخشش جوه التمدد. والدعامة فتحة بحيث ان هو الدعامة فتحة بالضبط كده. طبعا دي لها بعض المشاكل والمضاعفات وكده، وبمرور السنين العشرين سنة اللي فاتت تم التقدم علميا للتغلب على معظم السايد افكت اللي كانت بتحصل بالضبط، الاعراض الجانبية او العيوب التي قد تحدث من هذا التكنيك. لكن هذا التكنيك بالنسبه للاورطه الصدري بالذات، اللي هو سواء اللي طالع من القلب او القوس او اللي نازل لحد الحجاب الحاجز، الحقيقه عمل طفره مذهله. بقينا دلوقتي في هذا الجزء من الاورطه ما بنركبش غير عن طريق القسطره، عمل طفره فاخره. ليه بقى؟ لان كانت الجراحه كبيره جدا وصعبه جدا على المريض، وتكنيكالي يعني للجراح في منتهى الصعوبة، وكانت لها مضاعفات كثيرة عشان منطقة الصدر، انه هنفتح في منطقة الصدر. لا مضاعفاتها كثيرة عشان كمان الشرايين الرئيسية اللي طالعة منه وتوصلها وبنقطع الدم عنها فترة والكلام ده كله. فلما استبدل بهذا النوع من الطريقة اللي بنسميها عن طريق القسطرة اللي هي التدخلية وليست الجراحة التقليدية، هذه المسميات يعني الحقيقة عملت طفرة مذهلة. معنا أستاذ سامي. أستاذ سامي معنا؟ أيوة معك يا باشا. اتفضل علي صوتك شوية تحت أمر حضرتك، اتفضل. الله يكرمك يا باشا. أنا عندي التهابات عندي حساسية جامدة مشرفة. حساسية فين؟ حساسية في الأنف والأذن. وبعدين؟ وبعدين حساسية زي بقالي ساعتين 14 رايت ومشادة فوق خالص يا باشا. هو احنا النهارده بنتكلم على الشرايين والأوعية الدموية. في أي مشاكل عندك في الأوعية الدموية غير الالتهابات الجيوب الأنفية؟ أنا بنحسبها يعني مرض. لا دي مالهاش علاقة بكده. لا بص هقول لحضرتك على حاجة، احنا إن شاء الله في حلقة قادمة هنجيب لك حد من السادة الأفاضل استشاريين الأنف وأذن الحنجرة وهيكلمك على الموضوع ده، ما فيش مشاكل خالص. إنما احنا النهاردة بنتكلم على الأوعية الدموية. طيب لو احنا اتكلمنا، احنا دلوقتي تقريبا غطينا معظم الحاجات الخاصة بالتمدد الشرياني الأورطي صح؟ لا لسه في بقى البطني. أيوة معلش ولا آخر حاجة. لا لا احنا لسه عندنا مواضيع كتير بس أيوة أيوة لا أنا بكلمك على الأورطي التمدد. الأورطي البطني أولا هو أشهر تمدد وأكثر نسبة تمدد في الشريان الأورطي هي في الشريان البطني وتحت شرايين الكلى. كمان يعني النسبة العليا لتمدد الشريان البطني فوق 90% منهم تحت شرايين الكلى. يعني تحت كل الشرايين اللي ليها مخاطر لما تيجي تشتغل وتقفلها بالظبط عشان تشتغل وبعدين تفتحها تاني. فهنا بيكمن ان ده اللي بنفتح له بقى فتحتين تحت مش فتحة واحدة، لان هي الأورطة بتكون تفرعت عند بداية الحوض أو قبل الحوض بشوية، بتتفرع الأورطة لفرعين كبار، وبعدين الفرعين الكبار كل فرع فيهم بيتفرع لفرعين تانيين، اتنين بيخشوا يخزوا الحوض واتنين بينزلوا للساقين. وجود التفرعات دي بيخلي التمدد ده دايما واصل للتفرعات دي، الأورطة تمدد شريان الأورطة البطني واصل للتفرعات بتاعته اللي تحت.
فلازم بنشتغل من ناحيتين. ده لو هنخش بالأسطرة التدخلية. أسطرة التدخلية. وبنركب شريان بدعامة، بس كمان إيه ليه فرعين، بيخش فرع من ناحية مع الشريان الرئيسي، ومن ناحية تانية بندخل الفرع التاني ونثبته في جزء من الشريان الرئيسي. هي دي بقى الفكرة، إنها يعني برضو عمليا لها بعض هي بعض الصعوبات أو بعض برضو العيوب. هي ليها مميزات جامدة لكن ليها عيوب. مميزاتها طبعا أن تستخدم في مرضى كثيرين ما يقدروش يستحملوا الجراحة بالزبط. المفتوحة، كبار السن أوي لما عديم بقى 80 و85، طبعا سن 60 و70 و80 هو ده السن الأصلي بتاع هو ده السن بتاع التمدد ده، وسهل الجراحة فيه بالزبط. لكن لازم يكون بقى يعني فوق 85 وكمان عنده مشاكل صحية أخرى زي تعب في الكلى وتعب في القلب، ما شرايين التاجية فيها قصور، عنده مشاكل في الرئتين يعني في التنفس، في شيء حاجات كثيرة. لما بيكون المريض اللي هو بنسميه ريسك فاكتور عالي بتاعه شوية، يعني مخاطره عالية، لا بنعملها عن طريق الدعامة، لأن ما بنفتحش البطن بالزبط. نفتح تحت عند الفخدين. إذا كان المريض صحته سليمة جدا وسنه أصغر وما عندوش مشاكل، الحياة ما زال في الجايد لاينز العالمية كل النظام العالمي إن احنا نعمل الجراحة دي، لأنها فتحة في البطن برضو، وبنفتحش في الفخدين تحت، يا فتحة في البطن واحدة وبنغير الشريان. الحياة تفرعاته لقد ما تقدر تبقى سهلة ونتائجه بقى نجاحها 100% بالضبط لسنين طويلة جدا، لعشرات السنين. أما كل شغل الأسطرة من أول الآخر، تركيب الدعامة اللي هي مثبت فيها الشريان الصناعي، بيحتاج متابعة المريض كل 6 أشهر، لأن ساعات بيحصل تسريب تاني، لأنها مش لناش التمدد بالضبط. بيحصل تسريب من الشريان ده للتمدد مرة أخرى، بيحصل بعض المضاعفات اللي بتحتاج متابعة شوية. هو حتى الدعامات بتاعة القلب اللي احنا بنركبها، ما هي بعد فترة ساعات هذه الدعامات بتتسد. طبعا يعني اي دعامة ممكن تتسد، هي في الأورطة مش هتتسد عشان كبيرة، ما انا عارف، بس انا قصدي ان هو يعني حتى الدعامات اللي بتركب في القلب بتحتاج فولو اب، ولا من غير متابعة ممكن تعمل مشاكل بالظبط. بس انا يعني كلمة حضرتك عجبتني قوي، ان هي الجزء بتاع الشريان الأورطي اللي في البطن ده مهم جدا 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 لأشهرهم. لان ده فعلا زي حضرتك كنت 90% منهم، وانا ما زلت يعني على يعني خبرتي البسيطة طبعا، ان انا ستيل كونفينسد ان فعلا احسن حاجة في الجزء التحتاني ده مش الأسطرة، لا اللي هو الجراحة. صراحة احنا بنعمل الاثنين، انا عارف، بس لكن انا بفضل للمريض اللي صحته كويسة وسنه صغير الجراحة، لانه هيعيش طول العمر سليم وبيبعد عن الدكاترة، ملوش دعوة بيهم خالص ولا عايز متابعة تاني، لانها ديورابل بالظبط. وهي دي جميلة في كده، وانا بقولها كفاءتها عالية جدا. يعني مش عايز اقول لحضرتك احنا كان عندنا مفروض 4 مواضيع تانيين مهمين جدا جدا، وكنت احب ان يعني طبعا الناس كلها تستفيد من خبره حضرتك، فمعلش بستاذن حضرتك لو توعدنا بحلقه تانية ان شاء الله باذن الله، إن شاء الله، عشان نكمل فيها الحاجات دي، لان الوقت جري بسرعه، وحقيقي انا بستمتع وانا قاعد مع حضرتك. يعني حضرتك بتبسط المواضيع جدا ومسهلها خالص. ان شاء الله كده باذن الله لو ربنا اكرمنا هنيجي بقى نناقش بقيه المواضيع الباقيه بقى، لانها كلها حاجات جدا مهمة. يعني حسنا ما تكلمناش في الضيق بتاع الشرايين الطرفية، ما تكلمناش خالص القرح بتاعت الأوعية الدموية، الحاجات دي، ده القدم السكري، كل دي مواضيع. فإن شاء الله توعدنا حضرتك بإذن الله بإذن الله. بس بإذن الله. أنا عايز أضيف كلمة واحدة صغيرة في نص دقيقة. تمدد شريان الأورطي ما بيتشخص لأنه هو ما عندوش أعراض، حتى لو وصل لخمسة وستة وسبعة سنتي، الا لو بدا ينفجر فيبتدي الالم. فهو هو في كل دول العالم وابتدينا في مصر هي عمليه الاكتشاف المبكر. يعني ايه اكتشاف مبكر؟ يعني المريض بعد سن الستين يعمل موجات فوق صوتيه على الاقل على بطنه مره في السنه، هتبين يبين التمدد لو حصل. بس دي مهمه جدا عشان نكتشفه قبل ما يخش في مشكلة الانفجار، ودي حاجة مهمة قوي. يعني هي دي معلومة وفايدة. ربنا يخليك يا رب. ويعني طبعا بنشكر سيادتك، بنشكر أستاذ دكتور عمرو بيه جاد، على يعني أستاذ جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب قصر عيني، على المعلومات العظيمة اللي أفدنا بيها النهاردة، وعلى وعده لينا إن شاء الله بإذن الله بحلقة تانية عشان نكمل بقية المواضيع اللي ملحقناش نخلصها النهاردة.
بنشكر حضراتكم ونتمنى تكون استفدتوا من حلقتنا النهارده ان شاء الله، على امل باللقاء باذن الله السبت القادم لو ربنا حيانا من الساعه 2 ل 3 على الهواء، والاعاده بتبقى الساعه 10 مساء. شكرا لكم والى اللقاء.